السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد علي النيادي مدير مركز المسح الوطني في إمارة الشارجة. بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه وولي عهده الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه، قامت شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة بافتتاح مركز المسح الوطني في إمارة الشارجة اليوم. المركز يتكون من 4 مسارات يقوم بخدمة 500 شخص في اليوم. الفئات المستهدفة في المركز كبار المواطنين، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الهمم، النساء الحوامل، والأشخاص المخالطين للفئات الحالات الإيجابية. يتم تقييم الأشخاص عند البوابة حسب حالاتهم الصحية. يستغرق الفحص 5 دقائق في المركبة، بعد ذلك يتم توجيه الشخص إلى المخارج. سيتم إرسال رسالة نصية لكل شخص بالحالة، في حال وجود حالة إيجابية سيتم التواصل معهم من قبل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. مواعيد العمل في المركز من يوم الأحد ليوم الخميس من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء. لحجز المواعيد رجاء التواصل مع 800-17-17 أو من خلال تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة في الهواتف المتحركة.